بونسوار يا احلى صبايا، كيفكم؟ بعرف انه عم تشتاقوا لي وانا عم بشتاق لكم وكلياتنا عم نشتاق لبعض. بس عن جد ظروف خارجه عن ارادتي، بتعرفوا رمضان وقصص وهلا كمان امتحانات الصبايا بالجامعات، يعني كله ركض بركض. فعم جرب قد ما فيي نزلكم مع انه عم بتاخر، بعرف انه عم بتاخر عليكم، بس لما عم ننزل فيديو عم بيكون قنبلة الموسم، عرفتوا؟ يعني عم بيكون فيديو فعال جدا وكتير حلو. طيب اليوم الفيديو مميز جدا يا صبايا، نحن جايبين اليوم، مش جايبين، عاملين اليوم فيديو هو علاج سيلوليت. مثل ما بتعرفوا السيلوليت بالجسم شغلة منا حلوة ابدا، وبتعاني منها معظم الصبايا او السيدات اكيد، وما في إلها حل. يعني بتجيبوا كريمات، بتحطوا كريمات، ما بينفع اي شيء، او بيعالج القصة فترة وبيرجع السيلوليت. فاليوم لما بنقول نحن سيلوليت يعني شو المكونات؟ بنقول قرفة، شو اسمه هيدا، بن، زنجبيل. نحن زدنا على خلطتنا هيدي اكيد خلطات تانية وشغلات تانية طيطلع عنا منتج كتير حلو. اليوم رح نعمل مقشر السيلوليت او مقشر لعلاج السيلوليت، فعال جدا مع الاستمرارية اكيد، ورح نعمل زيت خاص للسيلوليت كمان. فمنتجين رح نعمل وبتشوفوا قديه سهل وبسيط وفعال جدا، بس اكيد بدنا نتبع التعليمات ونتبع المقادير لنوصل لنتيجة حلوة ومزبوطة. ومثل ما بتعرفوا انتو الشغلات الطبيعية عادة بتاخد شوي وقت اكتر من الشغلات اللي بنشتريها من الصيدلية او من السوق، بيكون ما عارفين شو حاطين فيها. بتعطي فعالية بسرعة كتير بس عندها اثار جانبية اكيد ما بنعرف شو هي لبعدين. فمعلش بننطر شوي منجرب هالشغلات هيدي مع بعض، وصحيح بتطول يعني فترة شهر تتعطي نتيجة، بس لما بتعطي نتيجة بتضل مستمرة وعلى القليلة انه عم تعملوا شغلات طبيعية. اوكي يلا ما رح نطول كتير، رح نبلش الفيديو، رح نبلش بالمكونات. مثل ما قلت لكم اليوم رح نعمل مقشر لعلاج السيلوليت، وتناول هالمقشر الرائع جدا نحن بحاجة له: سكر، بحاجة كمان ل قرفة اللي هي السينامون، زنجبيل كمان مطحون، وأكيد القرفة مطحونة مثل ما شفتوا، بن، بحاجة كمان ل كاكاو خام مثل ما شفتوا، خام كتير، رح أصور لكم إياه، دارك تشوكليت، أوكي، وبحاجة كمان ل هيدا فيكم تحطوه فيكم ما تحطوه لنتائج أحسن. يعني بنحط نحن عادة بودرة البرتقال، بس أنا البرتقالات عندي بعد ما يبسوا كتير إذا ملاحظين، يعني بعد بدهم يعني لا أقدر أطحنهم، فما رح أقدر أطحنهم هلا، بس حقلكم قديه إذا بدكم تحطوا منا قديه الكمية أكيد. وبحاجة كمان لزيت الزنجبيل، زيت زنجبيل وزيت القرفة، اوكي؟ هيدول مكوناتنا اكيد. وخلينا نبلش بالطريقة، لما بتشوفوها بتحسوا المقشر عن جد لما بتعملوه بتشوفوه بتحسوه انه يعني من مكوناته قوي جدا، ولح يحارب الدهون ولح يذوب الشحم، اوكي؟ يلا خلينا نبلش هلا بالمنتج. هلا اول شيء بدي احط كوبين من السكر، الكوب مثل ما شفتوا هدول الاكواب المعياريه 250 ملي، رح نحط كوبين منهم. هيدا أول كوب وهيدا تاني كوب. هلأ هون السكر، نحن لما نعمل مقشر عادة
عملنا مقشرات من قبل وضربناه بالمضرب. لا، لمكشر السيلوليت ما لازم نضربه بالمضرب، نحن بدنا سكر يكون عم بيتغلغل بالجلد، عرفته؟ يعني معلش اوكي حيكون شوي قوي على الجلد، بس نحن هيدا اللي بدنا اياه، ممنوع نضربه بالخلاط ابدا مشان ما يكون هيك خفيف وناعم. لا ما بدنا اياه هيك، نحن بدنا يقصف جبهة السيلوليت والشحم. اوكي حنخليه مثل ما هو لكان، ونبلش نزيد له الإضافة. هلا بالنسبة للمكونات اللي بدنا نضيفها للمقشر، اول شيء بدي احط ملعقة كبيرة، ملعقة طعام قهوة بن يعني، اوكي مليانة. بدي احط ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون، كمان ملعقة مليانة. وبدي احط ملعقة صغيرة من القرفة، وإذا بحابين تحطوا كشور برتقال بتحطوا نص ملعقة صغيرة، أكيد مطحونين كتير منيح ومصفيين. أوكي هلأ بدنا نخلط كل مكوناتنا مع بعضها. نخلطهم كتير منيح أكيد. شفتوا هلأ صارت كل حبة سكر مغلغلة فيها الزنجبيل والقهوة والقرفة. شوفوا حنطحنهم أكيد كتير منيح، مش حنطحنهم يعني حنحركهم كتير منيح ليدوبوا كل هالحبيبات. ما بديهم أنا هيدول الحبيبات يبينوا بالمكشر تبعي أبدا. شوفوا عادة شو بعمل أنا، إذا في عندي هيك ما في ثواني بروح كل شيء، لأنه لما بدنا نبيع نحن أو نسوي منتج لازم يكون بأحلى صورة ما يجينا كومنتس من الزبون يعني. ريحة الزنجبيل مع الهيدا كتير حلوة. بدنا نحط أكيد كاكاو بعد ما حطيناه. شوفوا الجمال. بجنن. اوكي وبدنا نضيف عليهم كمان ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام، مش المحلى وهيك، لا نحن ما عم نعمل هوت شوكليت. اوكي هيدا بيكون خام وما في اي سكر، منه محلى ابدا. نرجع نضرب ضربة ايد مرة ثانية. مثل ما قلت لكم مكشرنا ما بينطحن بالمكنة، نحن ما عم نعمل مكشر غنج ودلع، لا نحن عم نعمل مكشر علاجي. هيدوليك الغنج والدلع نعموهم وطروهم وطحنوهم وضربوهم قد ما بدكم. هلا صار قوامه بجنين. كتير حلو. هلا صار وقت نضيف الزيوت. هلا بدنا نعمل خلطة حلوة من الزيوت، ونسيت لكم انه كمان في زيت القهوة. اوكي لكن عنا الزيوت، عنا زيت قهوة، زيت قرفة، وزيت زنجبيل، يعني المكونات الجافة اللي حطيناها نحن رح نحط معها الزيوت، يعني نفس الزيوت، اوكي؟ مش نفس الزيوت، لحظة، المكونات الجافة حنحط لها زيوتها هي زيتها، اوكي؟ هيك بمعنى أصح. طيب، رح نحط أول شيء زيت القهوة، ملعقتين كبار، معيرتهم أنا أكيد.
بدنا نحط زيت الزنجبيل ملعقتين كبار، وبدي حط زيت القرفة ملعقتين كبار. هلا اذا حسينا المقشر، هو حسب ما انتو بتحبوا ملمس المقشر، اذا بتحبوه مزيت او بتحبوه خفيف قوي. حطينا من كل زيت هلا مثل ما شفتوا ملعقتين ملعقتين ملعقتين، يعني 6 ملاعق كبار، وبنشوف بنحط بنخلطهم كتير منيح وبنحطهم. انا بالنسبة لإلي انا المقشر ما بده اكثر من هيك زيت، هيدي زيوت ناقلة، زيوت عادية، منا زيوت عطرية، اوكي؟ أكيد نحن لما نقول زيوت عطرية يعني ما فينا نحط هالكمية كلياتها. حنضلنا نخلط كتير منيح. وهلا بتشوفوا المقشر آخر شي كيف بصير. بدي ملمسه يكون جامد، يعني ما بدي إياه يكون كتير مزيت. يعني لما نمسك المقشر بإيدنا يكون ما كتير مليان زيت لنقدر نفركه على الجسم، وإلا إذا في كتير زيت بصير بيتزحلق كل هالشي وبيوقع منا. يعني منصير لما نفركه على الجسم إذا كان كتير في زيت بهرهره كلهم، عرفتوا؟ يا سلام لك شو حلو. لاحظتوا قوام المقشر؟ شفتوا قوامه كيف متماسك؟ هيدول المكونات بتبعها دايما انا. ضلكن عم تخلطوا هيك شي دقيقتين ثلاثة ليتجانسوا الزيوت مع المكونات الجافة مع السكر كلها ببعضها. هلا بالنسبة للزيت العطري، بدكم تحبوا حابين مقشركم يطلع ريحته حلوة، فيكم تحطوا مثلا زيت القهوة شوي، زيت مثلا الورد شوي ليطلع له شوية ريحة يعني، اوكي؟ لأنه أنتم لما بتحطوا زيت ورد ولا زيت ياسمين ولا هيدا مع هيدي المكونات رح ينخلطوا مع بعضهم، يعني حتطلع لكم ريحة مثلا قهوة مع ريحة زنجبيل مع ورد مع كذا، بس بتطلع حلوة الريحة. أنا بشارككم إنه كتير بتطلع حلوة الريحة لو شو ما حطيتوا زيت عطري، أو فيكم تحطوا عطر زيتي، يعني تعملوه مثلا عطر ديور ولا شانيل ولا كذا. أكيد ما يعني ما تحطوا على منتجكم إنه هيدا ديور مثلا، لا، بس لا تطلع ريحته حلوة للمنتج مشان ما يكون كتير في روايح هيك بهارات، عرفتوا؟ أنا صراحة ما بحط أي زيت عطري معه أبدا، بس في ناس لأنه بيطلعوا بالكومنتس بيقولوا لي جينان طب نحن حابين نحط زيت عطري، فيكم أكيد أي زيت عطري فيكم تحطوه أنتوا بتحبوه يعني، بس ما يكون طاغي كتير على يعني ريحته كتير قوية تكون، لا يكون ناعم وخفيف. وفيكم تحطوا لحد 6 جرامات زيت عطري معه. وهلا من بعد ما خلصناه أكيد بدنا نسكبه بالمرتبين. المرتبين لازم يكون معقم أكيد، مغسول أول شيء بالمي والصابون، ومعقم بكحول 70، وفيكم تغلوه، يعني تحطوا مي بقلب طنجرة وتغلوه تعقموه بمي سخنة كمان إذا ما بدكم تحطوا كحول 70. ما بخبركم قديه حلو. بس تحطوه بالمرتبين أكيد بتكبسوه ليضلهم الزيوت هيك محافظة على بعضها ومكبوس كلياته. كتير حلو، رائع جدا. بدي فرجيكم هيدي اللي جبتها لو بتشوفوا قدي فرحاني فيها. جبت رول، شوفوا شو حلوين. Thank you for supporting my small business.
ليكو كم شكل فيها. بتجي رول كبيرة فيها تقريبا شي 500 حبة. هيدول حلوين هيك تحطون على منتجاتكم شغلات انه يعني مثل كأنه انه عم هيك تاخدوا تشجيع من العالم، يعني حلوين مميزين. هلأ منجي للمنتج التاني اللي هو سيروم للسيلوليت. نحن بحاجة لثلاث انواع زيوت اكيد، مثل المقشر اللي حطينا فيه الزيوت بس بكميات اكيد مختلفة. هلأ اول شي عندي زيت القهوة، بدي احط منه لزيت القهوة. نحن عم نعمل 50 ملي. بالنسبة للسيروم ما تحطوا اكتر من 50 ملي، يعني 50 ملي بزيادة، لانه نحن بناخد نسبة قليلة جدا من الزيت بنفركها على الجسم. انا عندي ملعقة هون، لو بتشوفوا شو صار معي هلا، اللي ساعة بشرح وطلع انه مطلت الموبايل وما عم بيصور. عرفتوا؟ مع انه عملت الفيديو وكملته وخلطت الزيوت هون، رح نرجع نشيلها على جنب ونعمل خلطة جديدة. اوكي، انا عندي ملعقة هون مثل ما شفتوا كلها زيت، لانه عملت من قبل اللي اشتغلت 15 ملي. بدي احط من زيت القهوة 30 ملي اول شيء. هاي 15 وهي 15. بدي احط من زيت الزنجبيل 10، اكيد ما نتليها كلها، هاي 10 ملي. ومن زيت القرفة 10 ملي. هيدول كلياتهم سهلين وبسيطين مثل ما شفتوا. حنضلنا نخلطهم شي دقيقتين ليتجانسوا كتير منيح. فينا نعطرهم بأي نوع عطر بدكم اياه، بس أكيد كم نقطة بس ما نكتير. أنا ما بحط لهم صراحة، بخلي الزيوت ريحتها طبيعية. أوكي، بنخلط لمدة دقيقتين بنرجع بنحطه ب عضوة خاصة بالسيروم. بكون عنا صار السيروم والمقشر، وبهيك بكون خلصنا مقشر علاج السيلوليت وسيروم السيلوليت. هلا طريقة استخدامهم لهم طريقة أكيد لنتبعها. مقشر السيلوليت تستخدموه مرة واحدة فقط في الأسبوع. بدكم تدلكوا المنطقة اللي فيها سيلوليت أو شحم مدة ربع ساعة بالمقشر. اوكي، يعني بتحطوه على ايدكم كمية بسيطة اول شيء، وبتدلكوا المنطقة اللي انتو بدكم تنحفوها اول شيء او تعالجوا السيلوليت فيها. بتضلكم عم تدلكوا ربع ساعة بحركات دائرية، يعني لا طلوعوا ولا نزولوا ولا بالعكس ولا لا، الاتجاه اللي انتو عم بتحركوا فيه او عم تبرموا فيه بتضلكم مثل ما هو. بانه مثلا بتبرموا ميلة اليمين بترجعوا بتبرموا ميلة الشمال، لا، نفس الاتجاه مدة ربع ساعة. يعني مثلا هون هيدي المنطقة عليها سيلوليت، منجيبها من المقشر من هيدا، منبلش منعمل هيك بس، ما انه منعمل هيك منرجع منبرم منرجع طلوع نزول. عرفتوا؟ لا، نفس الشي منضلنا عم ندلك نفس الشي مدة ربع ساعة. بعرف انه شغلي منا هينة، بس عادة نحن بنعملها قبل الشاور. لما بنكون مثلا بدنا نعمل شاور، بنحط على جسمنا شوية مي فاترة ميلة للسخونة، ومنبلش مندليك بالمقشر. اوكي، هيدي بنعملها مرة واحدة بالاسبوع. بالنسبة للسيروم، السيروم بينحط ثلاث مرات بالاسبوع قبل النوم. بناخد كمية بسيطة جدا على ايدنا، ومندلك المنطقة اللي فيها السيلوليت هيك مدة 5 دقايق بس. نترك السيروم ليتشربوا الجسم، ومنخليه لتاني يوم الصبح، منقوم منغسل تاني يوم الصبح ثلاث مرات بالأسبوع. في شغلة مهمة، لما بدنا نعمل المقشر ما منحط السيروم ورا منه، لا، المقشر لحاله بينعمل. يعني نهار اللي بدنا نعمل مقشر فيه ما تحطوا سيروم فيه، اوكي، لانه بتكون المسامات مفتحه وهيك، فما تحطوا الزيت السيروم لانه كتير قوي بيكون بعد المقشر. فبنتركه للسيروم لايام ما يكون عندنا فيها تقشير ابدا. اوكي، يعني علاج سهل وبسيط، بده شويه تروي، بده شويه وقت، بيعطي نتائج كتير حلوه
خاصة هلأ بتعرفوا أوقات مثلا صيف ونازلين بحر، اللي بينزل على البحر أكيد أنا ما بنزل يعني بنزل بس لأتفرج، فاللي بحب ينزل على البحر هلأ صيف وهيك، وبتعرفوا الوحدة بتظبط جسمها وهيك. فبتمنى يكون الفيديو عجبكم، فيديو كتير حلو كتير مميز، ان شاء الله بتطبقوه، واللي عن جد بتحس حالها انه بدها تعمل هيدا المنتج وتبلش فيه انا بنصحها كتير تبلش تعمله، ولانه بيعطي افادة كتير حلوة، والمنتج اكيد تجاري ما بده مواد حافظة ابدا صبايا ابدا ابدا، وسيروم اكيد كله معمول من الزيوت ما بده كمان مواد حافظة، فيكم تحطوا حبة فيتامين اي يعني عدم تأكسد عدم تزنخ، وحتى بهيدا المكاشر فيكم تحطوا كمان فيتامين اي. لهون بكون خلص الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله يكون فدتكم، بتمنى انا عم بتمنى لحالي انه ما اتأخر بقى عليكم، هلا اعطوني بس 4 ايام بس يخلصوا البنات بروجيات وجامعات وهيك، ان شاء الله بنصير بنفضى اكثر، وكمان شهر رمضان قرب يخلص بيجي العيد بعدين، ان شاء الله كل عام وانتم بخير من هلا عم قلكم اياها، واكيد حشوفكم بالعيد انا كمان ونعمل فيديوهات كمان، وان شاء الله بعد العيد كمان حننزل فيديوهات كثير مميزه كثير حلوه، بس يعني مهلوني كم يوم هيك شوي، اعذروني بقى بس كم يوم، ان شاء الله بنرجع وبقوه كمان. وهيدا الشكل النهائي لمقشر المعالج للسيلوليت، مثل ما عرفنا انه حطينا زنجبيل وقهوة وشوكولات كوكوا يعني، وحطينا قرفة، وحطينا اكيد الزيوت المعالجة، مقشر رائع جدا مع السيروم اكيد بكملوا بعض. بتمنى يكون فيديو عجبكم، بتمنى تطبقوا هون وتلاقوا نتائجهم على السريع اكيد مع الاستمرارية، وبليز اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا بليز تعملوا سبسكرايب لايك وشير وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل شي جديد. ميرسي.